السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير وسرور متابعين غاليين. عندنا اليوم تغطية شاملة لمركز 90 للصيانة، ويعتبر واحد من ضمن مراكز الصيانة التابعة لشركة الأعلان هونداي، ويشمل على قسمين، قسم الصيانة وقسم السمكرة. والمقصد من هالتغطية هو تعريف وتوضيح لجميع ملاك جينيسيس وهونداي أنه في مراكز صيانة غير مركز خريص الرئيسي، لأنه كثير من ملاك هونداي وجينيسيس ما يعرفون المركز هذا ولا عندهم أي خلفية عن المركز هذا، وراح نوضحه لكم الحين. طبعا هو مجهز بأفضل أنواع الأجهزة والأدوات الجديدة الخاصة بصيانة السيارة، راح ندخل سوا ونشوفه سوا الحين، خلوكم معي. والحين بندخل القسم اللي هو حق الاستقبال، تبع اللي هو المبنى فرع رقم 90، اسمه 90 مو رقم الفرع، اسمه 90. هنا عندك يستقبلونك اللي هو الموظفين حق الاستقبال المهندسين، ويستقبلونك ويعطونك وش يعلمونك وش الاشياء اللي تبيها بالضبط. شوف ما شاء الله 1 2 3 4 5 مكاتب. بعد ما تخلص وتستلم سيارتك بتسلم سيارتك قصدي معليش، تروح اذا انت بغيت تجلس هنا في كافي مجاني، الكافي هذا ومكان فيه استراحه. شوفوا حتى التصميم والله ما شاء الله تبارك الله، مكان صراحه يفتح النفس. طبعا المنطقه هذه اللي فوق هذه كلها مكاتب اداريه، وفي نقطه بذكرها لكم، خصومات اللي انت اذا انت نزلت سيارتك عندهم، اي واحد ينزل سيارته سواء صيانه او سمكره، خصم خاص للسيارات التأجير تابعة لشركة اللي هو الإعلان. أي سيارة شوف يبدأ السعر، السيارة اللي هو شوفوا جراند اللي هي A10، وعندك الإكسنت، شوفوا الإكسنت ب50 ريال. طبعا هذه تسعيرها وعليها تأمين، طبعا عليها تأمين، هاي تسعير حق السيارات اللي أنت بدها تستأجرها مثلا فرضا. خصم خاص للي بنزل سيارته عندهم هنا. والحين بندخل لكم أبوريكم الحين هذا قسم اللي هو السمكرة، لكم تشوفون الحين هذا مكان الصالة بشكل عام. بعطيكم نبذة قبل أن نبدأ مختصر عن مراكز الإعلان الصيانة والسمكرة. طبعا كلكم عارفين شركة الإعلان الوكيل المعتمد لهونداي بالمنطقة الوسطى والشمالية، والكلام هذا اللي راح أقوله طبعاً شامل على كل مراكز الإعلان. والآن حالياً أنا متواجد مركز فرع 90 اللي هو رقم 90 على نفس الشارع هذا، مركز 90 و91. بالنسبة لقسم الصيانة اللي هو الإعلان يملك 9 مراكز صيانة رئيسية، 6 بالرياض وواحد ببريدة وواحد بعنيزة وواحد بحايل، وعندهم 14 خدمة سريعة. بذكر لكم الفرق بين مراكز الخدمة السريعة ومراكز الصيانة الرئيسية. الخدمة السريعة يقوم بعمل الصيانة الدورية، وبالنسبة لمراكز الصيانة الرئيسية يقوم يا طويل العمر بالصيانة الدورية إضافة إلى تغطية الضمان والإصلاحات الكهربائية والميكانيكية بشكل عام. وفي نقطة مهمة قبل لا أقولها بالنسبة للصيانة، أنت طبعا إنسان مخير وتختار اللي يناسبك. عشان تحافظ على ضمان سيارتك ضروري تلتزم بالصيانة الدورية، والأفضل أنك تسويها عند الوكيل عشان تضمن الجودة والكفاءة بالشغل، لأنهم يستخدمون قطع غيار وزيوت أصلية، وأنتم شايفين بهالفترة هذه انتشرت قطع الغيار وزيوت الغير أصلية، فأفضل لك أنك تسويها عند الوكيل عشان تضمن كل شغلهم أصلي وكفاءة عالية عندهم. وللمعلومية إذا غيرت بس زيت وفلتر هذا مو معناته أنك دخلت ضمن الصيانة الدورية. الصيانة الدورية تشمل نقاط كثيرة وأكثرها موضحة في كتيب الضمان اللي يجي مع السيارة علشان تضمن أن سيارتك تستمر بالضمان. وبالنسبة لقسم السمكرة قبل لا ناخذ الجولة بعطيكم معلومة، يتم تسعير إصلاح السيارات عن طريق برنامج عندهم هنا، عن طريق برنامج مخصص للتسعيرة يعطيك السعر بشكل دقيق وما في مجال للاجتهاد الشخصي، والتسعيرة تلقاها ثابتة في جميع الفروع، وبالإضافة إلى سرعة الإنجاز يخلصوا لك السيارة بأسرع وقت ممكن. الحين بدخل لكم الحين قسم السمكرة، شوفوا ما شاء الله كبير واسع، أبمشي معكم حبة حبة وبذكر لكم وش الأشياء. المنطقة هذه منطقة التسليم، هذه بعد ما سمكروها السيارة وضبطوها وكل شيء
تصير بالحالة هذه. حتى التكييس يهتمون فيه وغسيل السيارة بعد، تغسلون لك السيارة كل شيء ويجيبون يحطون لك هنا. الحين بمشي معكم حبة حبة عشان تشوفون الوضع وتكون عندكم خلفية كاملة عن الورشة هذه. نجي للقسم هذا. طبعا القسم هذا يعتبر قسم ميكانيكي، فككة بعض السيارة، أجزاء من السيارة. ونجي وين؟ خلينا نمشي حبة حبة معكم. أول شيء هذا القسم، هذا المكان، المنطقة هذه تعتبر قبل التسليم، هذه قبل آخر خطوة يسوونها لك، يشيكون على السيارة بالكامل بالكامل، على الشاصي، على ميكانيكيا كل شيء، الوزن كل شيء. إذا شيكوا عليها ووضعها تمام وأوكي خلاص تنتقل وين؟ تروح للمنطقة هذه، تشوفون هذه بعد ما يغسلونها طبعا كل شيء. طيب إذا مثلا ما ضبطت اللي هو الشاصي والأشياء هذه رجعونها وين؟ القسم هذا. الحين بوريك من القسم هنا عندك عندهم اللي هو وزن الشاصي بطريقتين. وزن هذا أقول لكم السحب الشاصي على الطريقة اللي هي الطريقة الأرضية، وعندك هنا يطول العمر الحين بوريكم تشوفونه جهاز يعتبر من أفضل أنواع الأجهزة للوزن السحب الشاصي، يعطيك وزن 100%. لو بقول لكم سعره ما راح تصدقون، بس قالوا لي بقول السعر. هذا هو الجهاز، شايفين ما يطلع هذا الشاصي وزنه هنا ما يطلع الا موزون 100%. شايفين؟ شوفوا ما شاء الله. طبعا في نقطة مهمة، هم يستخدمون افضل واجود انواع الاجهزة وافضل انواع الدهان وافضل انواع الافران، راح تشوفونها لكم، راح تشوفونها الحين الافران كلها قدامك. طيب اذا ضبط الشاصي وكل شيء نروح في منطقه اللي هي فك وتركيب، بتشوفونها الحين. هذه تكمل المنطقه اللي قبل شوي اللي هي حقت الميكانيكي، يشيكون عليها كامل، اي شيء ميكانيكا خاص للسياره يشيكون عليها هنا. طيب بنيجي الحين هنا في قسم المنطقة هذه فك وتركيب، فك وتركيب أجزاء السيارة من صدامات، من رفرف، من أي شيء يفك السيارة وتركيب، فك وتركيب هالمنطقة هذه. شوفوا السرتر يرفعونه كذا. بعد التركيب والفك مثلا إذا أنت ركبوا صدامات وركبوا كل شيء ينتقلون لوين؟ القسم هذا. القسم هذا كله تجهيز للدهان. الحين بنشوف معكم سوا، شوفوا هذا تجهيز كامل الدهان، شايفين؟ شوفوا هذه المنطقة كلها تجهيز، شايفين؟ شوفوا إلى قبل النهاية اللي هناك. بعد ما يجهزونه حق الدهان وكل شيء وين تروح؟ تروح للأفران. وهذه الافران اللي قلت لكم انهم يستخدمون افضل واجود انواع الافران، مو اي فرن، فرن عالي الجوده ما يحتاج ما شاء الله. هذا اللي اقول لك شغل وكاله ما فيه، وبعدين غير كذا يعطونك ضمان حبيبي، يعطونك ضمان على شغلهم، يعني انت سيارتك عند نفس الوكيل اللي هو الوعلان عليها ضمان 3 سنوات 100,000 ضمان يسري، ما راح تطلع سيارتك من الضمان بعد ما تتسمكر اذا انت صلحت عندهم هنا. طيب عندنا هنا في غرفه، هذه الغرفه هذه خاصه لتركيب الالوان، شوفوا ما شاء الله كل هذه خاصه لتركيب الالوان، شايفين؟ طبعا هذه الغرفه بس خاصه تركيب اللون، بس علشان يطبقون اللون حق السياره حقتك. طبعا خلص، اذا خلص وطبقت الالوان وكل شيء نمسك خريطة العمر. هذه قلت لكم القسم اللي هو حق تجهيز. بعد ما يصبغون السيارة والدهان وكل شيء وكل شيء تمام يودون الوين؟ هنا مركز حق التلميع. حتى مركز التلميع يستخدمون افضل واجود انواع التلميع بالشركات وعلى مستوى العالم، مو اي كلام يعني. خلصوا التلميع، خلصوا كل شيء، يرجعون يكيسونه لك هنا بعد. بعد ما يخلصون التلميع وكل شيء تنتظر دورك
يجي دور السيارة لين يجي مكان حق الغسيل هنا. بعد ما يخلصون من الغسيل وكل شيء طبعا يمرون على المركز اللي قبل قلت لكم قبل شيء اللي هو قبل الخطوة الأخيرة التشيك الكامل على السيارة بشكل عام، يكيسونه لك زي الطريقة هذه ويخلونها جاهزة للتسليم بالبداية اللي هناك. الحين بنيجي للقسم الثاني اللي هو قسم الصيانة، نفس المركز مركز 90. طبعا هنا المكان بداية يستقبلون سيارتك. بعد ما يستقبلون سيارتك بالمنطقة هذه اللي هو منطقة التسليم، تدخل وين؟ القسم الاستقبال. هذا قسم الاستقبال، خذ لكم لفة على السريع بالقسم حق الاستقبال. تسجل طبعا بياناتك ويأخذون اللي هو رقم السيارة وكل شيء. وبعد ما تخلص بعد ما يستقبلون ياخذون سيارتك، اخذ لكم لفه هنا على المكتب. هنا عندكم المكتب طبعا، الحين هو هذا وقت بريك عندهم ساعه واحده. اذا استلموا سيارتك يا طول العمر تنتقل يا طول العمر وين؟ يشيكون عليها هنا بالكمبيوتر، ويشيك عليها كامل بالكمبيوتر. وبعد ما يشيك عليها كامل بالكمبيوتر ياخذون سيارتك يدخلونها وين؟ القسم الصيانة اللي هو هذا. شوفوا ما شاء الله مركز كبير. طبعا المركز هذا ما شاء الله تبارك الله يستوعب أكثر من 1000 سيارة بالشهر، خلال شهر كامل يستقبل أكثر من 1000 سيارة. الحين خلصنا بنروح ننتقل لكم إن شاء الله المكان ثاني. الحين جينا للمركز الثاني اللي هو رقمه فرع 91. بالنسبة لفرع 90 هو موجود على نفس الشارع هذا، نفس الشارع مخرج 18 على امتداد الشارع هذا. الحين باخذ لكم لفة على السريع هذا المركز عشان صوت الهواء ان شاء الله ما يصير قوي صوت الهواء. طبعا المركز هذا يستوعب تقريبا شهريا 2000 سيارة ما شاء الله تبارك الله. هذا الدخول، تدخل من هنا، وهنا قسم الاستقبال. بتشوفون انتم ما في احد لانه الحين مسكرين بريك، ما في احد عشان نقدر ناخذ راحتي حتى انا بالتصوير. فهنا في حق هنا اللي هو حق القهوة والشاهي، بعض الاكسسوارات، قطع غيار، وهنا قسم الاستقبال كله كامل حق الاستقبال، المكاتب هذه اللي تشوفونها، وهنا اماكن الانتظار. انتظر بعد ما تخلص من الاستقبال، طبعا فيه مكتب هنا حق خدمات العملاء، ونفس الوضع نفس ما قلت لكم. السيارات بعد شاملة اللي هو العرض، خصم خاص اللي يجي يسوي صيانة أو يسمكر سيارته هنا بالورشة، نفس اللي قلت لكم قبل، في خصومات خاصة. وهذه الورشة الحين بأخذ لكم لفة على السريع من داخل. أبدخل الحين، طبعا مثل ما قلت لكم هم بريك، ما في موظفين، وبعطيكم نبذة عن الورشة. طبعا الأجهزة اللي يستخدموها، قطع الغيار أكيد ما فيها كلام، قطع أصلية من ضمنها حق اللي هي حق الشركة. حتى الزيوت وكل شيء يستخدمونه نفس قطع غيار حق المصنع ونفس الشركة. طبعا من ما شاء الله قوة الاهتمام عندهم، الفنيين عندهم تقريبا 11 دورة تقام خلال سنة. عندهم 4 دورات تقام وين؟ كوريا. هذا الفنيين اللي شغالين بنفس الورشة، 4 دورات تصير بكوريا، و7 دورات تكون بدبي. هذه كلها فنيين، هذه بشكل دوري كل سنة يسوونها الطريقة هذه، لأن بحكم أن السيارات تتغير كل سنة، ينزل موديل فيصير في تحديث بالصيانة، يصير في شيء جديد عن اللي قبل. فعندهم أهلينهم الدورات يطلعون كل سنة، 4 في كوريا دورات تصير، و7 في دبي. إضافة على دورات مستمرة عن طريق الأونلاين، عن طريق النت. يعني أنت بغى تو نزل شيء جديد مثلا هالوقت هذا ما يقدر يروح دورة، فيعلمونهم عن طريق النت أونلاين. قلت لكم أنهم يستخدمون أفضل وأجود أنواع الأجهزة بشكل عام، سواء الميكانيكية أو الكهربائية أو الفحص حق الكمبيوتر. هذا قسم الحين الجدار هذا اللي تشوفون قدامكم، هذا قسم حق اللي هو السمكرة.
باخذ لكم لفه الحين على السريع. طبعا فيه معلومه بعد ثانيه، عندهم في كل مركز موظف مختص ماسك الخط الساخن. الخط الساخن هذا وش سالفته بالضبط؟ الخط الساخن هذا اي عطل ولا اي مشكله ما عرفوها مثلا عندهم هنا بالصيانه، يصير يكلم الشركه والمصنع الام اللي هو الوكيل الشركه الاساسيه اللي هي في كوريا، يتواصل معاهم على طول. يعني عندهم قطعه ناقصه، عندهم شيء، فيتواصل معهم على طول، ما يعطونك يقولك تعال بعد اسبوع ولا بعد خمس ايام، لا يكلم على طول ويتفاهم ويعطيهم المعلومات والاشياء اللي يبيها بالضبط. وهذا الخط الساخن هذا الموظف الموجود بكل مركز موجود. هذا قسم اللي هو حق السمكرة. طبعا شرحت لكم القسم الثاني اللي هو اللي في رقم فرع اسمه 90، بينت لكم وش الاشياء كثيره. هنا باخذ لكم بس لفه على السريع. هنا عاد التجهيزات اللي هو حق المعجون والصبغ، وهنا الفران. وقلت لكم الفران بعد ما شاء الله يستخدمون افضل واجود انواع الفران صراحه بدون مبالغه. انا اللي لاحظت اول ما دخلت الورش لاحظت شيء واحد وانتم ملاحظينه معي، النظافه. شوفوا النظافه ما شاء الله، شوفوا ما في زيوت مكبر ولا ما في شيء حوسه، يعني تدخل وانت مرتاح ما عندك اي مشكله. فهذه الاشياء اللي انا لاحظتها. وبس سلامتكم. طبعا بحط لكم تحت ارقامهم وحساباتهم واللوكيشن وكل شيء. والمقصد من التغطيه هذه انه العميل ياخذ فكره بشكل عام عن الصيانه، يعرف سيارته وين تروح، يعرف وش المركز، يعرف وش الاشياء اللي يشوفها قدامه. هذه الاشياء اللي انت تشوفها تصير قدامك يا طول عمرك كلها الصيانه والسمكره، ياخذونها ويودونها وين؟ المركز هذا. قلت لكم المركز هذا اللي هو مركز 90 ومركز 91، وهذا ما شاء الله تبارك الله يستوعب 2000 سياره شهري. والمركز اللي قبله 91 يستقبل اكثر من 1000 سياره ما شاء الله. وسلامتكم يا غالين، شاركونا برايكم، علموني اذا في اقتراحات، اذا في شيء ما عجبكم بالصيانه، اي اقتراح اكتبوا لي بالتعليق، اي شيء، اي مشكله واجهتك من ناحيه الصيانه والسمكره، كل شيء شاركونا بالراي هذا. انا بكلمهم، باخذ كل كلامكم اللي تحت وبسجله وبصور لنفس المحادثه واوريهم كلامكم وتعليقكم واقتراحاتكم. وش تبون بعد؟ شاركونا كلكم، واتمنى من الاشخاص اللي مجربين يعني تكون في مصداقيه، يعني تجربه صايره له بنفس نفس المراكز الصيانه اللي هنا، علشان يطلعون لكم افضل واجود خدمه للعميل. وسلامتكم يا غالين، بسم الله وبحفظ الكريم. طبعا في المواقف اللي هنا هذه فوق، وعندهم مواقف اضافيه للسيارات اللي خلصت والسيارات اللي توها داخل جديده. اذا صارت الورشه مليانه فل، وين يحطون السيارات؟ مو يحطونها بالشمس، يحطونها في مواقف هنا تحت. تحت هنا بالدور الارضي في مواقف، وتعتبر كبيره وواسعه ما شاء الله. مساحتها كبيره بنفس حجم مساحه الكراج اللي مو فوق. اول ما تتعدى كوبري مخرج 17 وجهك رايح جنوب للدائرة الجنوبي، ادخل معه، بعدين ابتلي طول عمره بيلف فيك الخط، بعد ما يلف فيك الخط بتجي المنطقة هذه. بعد ما تجيك المنطقة هذه شوف، ما عندك هنا مكتب تقديرات الحوادث المرورية. سهل بالحيل، الكراج والمركز هذا قدامك. شوف. هذا هو المركز. شايفينه؟ طبعا تب تسيده يجيك المدخل الرئيسي.